Maintenant, il est vrai que le problème que personnellement je sens dans le cinéma, dans les films que je vois, les auteurs que j'aime qui ont marqué un peu ma culture cinématographique, c'est ce que je sens, c'est les interrogations un peu qui tournent sur elles-mêmes, qui tournent justement sur le cinéma. C'est comment faire un film, c'est les angoisses de création. Je pense que c'est lié au fait que les gens qui font du cinéma ne prennent pas le temps de vivre. Et c'est aussi lié au fait que le cinéma est tellement imbriqué dans la vie qu'on se demande dans quelle mesure on se met à fabuler sa vie et à vivre le cinéma. L'imbrication des deux est trop forte. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure aujourd'hui les cinéastes ou les cinéphiles prennent le temps de vivre. أوقات كنت أوعى من عبكرة ما أعرف أنا وين، كنت حس في فرح تانية بعدها ما مر عليها الزمن، وبعدها قاعدة بشي قهوة بالحمرة عم تقرأ كتاب وتشرب شي فنجان قهوة. بتذكر مرة وعيت بنص الليل وكانت عم تتلج بنيويورك، ضويت تليفوني اللبناني وبلشت أحكي معه من تليفوني الأمريكاني وأنا بنفس الأوضة، ما بعرف ليش. أنا كنت رافضة يمر الزمن بس ما قدرت أمنعه. عشت 4 سنين بنيويورك حسيتهم حلم طويل وكنت حاول أهرب منه. إجتني أيام ما أعرف اليوم أي ساعة أي نهار أي سنة، حلم طويل ما كنت أعرف كيف فيق منه، ولما فيق حس حالي نايمة وعم بحلم. جسمي انفصل عن عقلي، جسمي عايش بنيويورك وعقلي بعده ببيروت. صرت أسأل نفسي أي فرح الحقيقي، فرح الجسد ولا العقل؟ مرات الوهم بيصير حقيقة والحقيقة بتصير وهم. كتبت السيناريو 4 مرات، 4 حكايات. حاولت أكتب قصة هالفيلم، رجعت على بيروت ب4 نسخ وما صورت ولا واحد منهم. الحب أعمى حتى مع المدن. طب فينا ننزل نحن هون؟ لا عندي شو ما يطلع. لا نحن عبنا ننزل هون. I have a mask I love with name. A very angry one.
ايه بدي وقت لانه صار لي فتره ما عم بتعود على الجو، شوي من كهرب الجو هون. Did you hear the news على موضوع الروشه؟ احنا اذا بدنا نسكروا يعني اذا بدنا نسوي بالروشه كيف بدنا نسوي اذا بنسكروا منطقه الدالية؟ لولو ايه بدهم يحطوا بلشوا المشروع بيعملوا اعتصام وقاعدين وبعرف شو لا I've heard the news قال انه هلا طلعوا البلانز انه شو حيكون تحت رح يكون في مول سبا اوتيل مع بعض قسمهم شرموطة شفتي هالبلد قسمهم شرموطة ما في مصاري تيعملوا شيء الا هون يعني هون هلا حبك بس هلا عم بيقولوا قال انه they might not do it البلديه يمكن ما تخلي او شيء العلاقه ببيروت انه كرمال هيدي اتس هيستوريكال بليس يعني بس اي مين هو ان شاء الله يصير في حرب تغير البلان حتى غير مش عارف يعني where Beirut is going. And do you think my sister is right? The girls who have fathers, their confidence and their aura is so much different from girls who don't have fathers involved in their no, life? No, at all. That's good. I'm glad. And he's at the car. When I saw the talk in the car, I talked to you once. I forgot. احنا صرنا عايشين اشياء بيطلعوا شي 60 سنة. يا ساعدتين كتير. هادي ما عم تحكيكي؟ بعتت لي ليك شو بتعمل؟ بتبعت لي بتعمل تاج بالحمرة كوستا بعد ساعتين بتفل على البيت بتقلي I miss you. طب متاعي؟ طب ما أنا فشخة أنا فشخة من كوستا. I don't get it. قلت لها بتعي هلا قالت لي لا انا هلا لا maybe next week. وبتجي على الحمرة كل يوم. طب تعي يعني طلي سلمي علي شو يعني you miss me ما بفهم هالشيء. I think she just misses me توصل على البيت. Yo, this is so sad. The idea انه هيك هي صداقات هيك صارت. منيح انك تعرفي صداقات شو هي يعني مش متفكريها شيء يكون شيء ثاني بتعرفي. How many people you consider like good friends you have here in Beirut? I have you. Neil, بس سافرت. She's in San Francisco now. Beirut. شو بني يما؟ بجي صور أنا هون. شو أشتغل؟ بدي أشوف بيروت. بجي لمعك. أنا مضيع ذي وقت. قلتلي شو بتعني لك بيروت شو بيعني لك ما بعرف والله ما بعرف بس محل روح على البيت ما بدي يخلص الليل ضلني اضرب لما يخلص الليل روح بنام فيه بخلي الصبح يمرق بسرعه لانه ما له معنى وبلش عمليه الاكسبلوريشن الجديد هيك قد ايه هذا حيضل وضع شو بعرفني شو انا بعرف لو بعرف كنت برتاح شو انا بعرف ما بعرف جاي لصور الفيلم انا جاي لشوفك كيف عم تفتح عندي تنبيه مثلا كيف عم تمشي وكيف عم تنزل بعدين بيجي الفيلم شو فكرك؟ شو بدي احب؟ بحب الارض والتاريخ والحضاره وما بعرف شو هو بدي اطلع عنها بدي الاقي شغف بالناس اللي بتعرف عليهم بدي الاقي كونتاكت عندي كلمه كونتاكت في شغف بالناس اللي بتعرف عليهم أنا تجوزت قبل حرب تموز وكنت رايح شهر عسل طبيعي بحرب تموز وصارت حرب تموز فالشهر عسل تبعي كان حرب تموز بقيت 33 يوم ببيروت براس بيروت ببيتي عم بشوف كيف العالم عم بيحضر هول مجموعة الفيران اللي عم بيهربوا بقلب مدينة صغيرة وإسرائيل طبعا محاصرة وعم تقصف وحضرت العالم كيف بيحضر مناطق ودول هذا اللي بتعني لي هاي بتعني لي وكنت شوف من بيتي برج البحر كنت شوف البوارج والبواخر كيف عم بياخذوا الاجانب او اللي معهم باسبورات كنت اطلع هيك انه طيب
اوكي فلوا اول كم يوم الاجانب بقيوا اللبنانيه او لانه اللبنانيين نصهم اجانب. حلوه بيروت ليك المنظر اي لايك ات من السياره بس. When will they ever finish construction? Never. Seriously, like, they are always constructing. Like, you always see these, like, somewhere. مش معقولة العجقة. ليه عجقة فيه؟ شغل خلصوا هلا؟ دسة. ثلاثة وربع. إنه شو هالمحل اللي إنه بكره ثلاث أرباع الأشياء اللي فيه؟ بس انا منه انا عايش فيه وانا ربيان فيه وبعرفه بس ليه كثير الاشياء اللي بتعجبني ببيروت وكل اللي بيحكوا عن بيروت بشكل شاعري بيوتروا لي اعصابي انه بيروت 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 مدينه بشعه كلها بطون فيها روح غريبه عجيبه فيها كثير اشياء ما بتعجبني وهذا الشيء اللي بيعجبني انه شو هالمدينه اللي اذا بنقعد انا وياك بنقول قد ايش بنكرهها فيها بس بتعرفي شو قاعدين فيها وبنقعد فيها وبنيجي عليها وبنطمن عنها و... واذا صار شيء انا مش هون تغرب تطلع انه بيروت شبهها يعني بها شيء فهي علاقه هيك يعني كثير معقده. Why do you love Beirut? Because it makes me miserable. It inspires me. It's my muse. Are we sadistic نحن؟ We're masochists. But like, I know it's not that, it's just that it's like, you know, like we're so attractive to negative things, you and I. Anything that doesn't work, we love it. Anything that... Why? Because we don't want to be full people, we don't want to be whole, we want to be broken. Otherwise we can't come up with these things that you have on the walls, paintings and whatever. So we look for misery. We look for misery, yeah, we are. We do. Have you ever tried Clark's shoes? Clark's shoes? No. Did you? No. نزل في قهوة ليلى. And the prices are nice. مش غالي؟ ما كتير. I feel like having something with chicken. Yeah, me too. لأنه خلص انتهت علاقتي بهالمدينة. مثل طب مثل أي اثنين بحبوا بعضهم كتير بس ما بيقدروا يعيشوا مع بعض. In control of yourself and you're not in control of your emotional stability, then you do something that you wanted to try to be in control of. So when you hurt yourself physically, the pain transforms into something physical. So you have something physical to focus on. And then when you focus on the physical thing, for a moment, you can numb the emotional pain because you have a physical pain to think, to feel. Because you can't feel emotional pain in a physical sense. You know, it's just there. You don't know how to deal with it. So you transform it into something physical and you feel it better and it feels good. بشوف حالي حلو هون في الصبح بتطلع بالمرايه شعري مفشكل مش مخفش اسناني بشوف حالي حلو كيف ما بعرف
هيدي بيروت اللي بتحبيها؟ هتضلي تحبيها؟ ما بعرف صراحة، عم تجيني شكوك كل يوم كل يوم. يعني أنا عمرك شفتي حدا بيختبر حبه كل 10 ثواني؟ ايه ما هاي المشكلة. انت ليه عن جد كل 10 ثواني لازم ارجع اسال حالي انا بحب بيروت او لا؟ انك انا كنت معه كنا نضحك عليه لما يتصرف هيك. لك الحمرا على الصبح يعني قلنا بيروت رايقة ها؟ يا ريتنا ولا يا سبوك تو سون أنا بخاف من الأسانسير ببيروت، بخاف اختنق فيه لأنه قتل مارون بغدادي. لبنان اخترب لأن نوصل للقمة. ممنوع بلد يوصل للقمة. يوصل للقمة لازم ينزل. أنا مني متفائل أبدا بإني شوف هيدا البلد بلد متحضر وواقف على اجريه اسمه بلد بوشو. بتمنى ان يشوفوها اولادي اذا مش اولادي. Remember the plane? في حدا عم يطلع حدنا. مين؟ هلا بتشوفي. نعرفهم؟ لا شكلهم جماعه الحمراء بس عم يطلعوا بشوفوا انه في كاميرا. عن جد شكلهم جماعه الحمراء. يا الله ذات بي لايك تخليك انت تعرفيهم اساسا اكثر مني. نو كثير مبين ذا بيرد ذا لوك ذا 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 I'm a communication arts media student. Like I graduated. Like I do so cool stuff but I don't get paid. Sorry, they like reputation. That's our reputation. So في عندك البهو بورجوا بوهيم. نحنا أحسن من جوا. نحنا ناس أحسن من جوا. بس ما كتير. We don't have value for ourselves. We don't value ourselves كتير يعني. منخلي حالنا هيك ناس تخدنا ناس تجيبنا ناس تفهمنا شي غلط بنمشي معهم ما بعرف نترك أحلامنا وبنمشي مثل ما العالم ماشي because we're ما بعرف تخيل لأنه we are quitters إنه ما منا ناس إيماننا ضعيف I think It's not مش religious wise يعني إيماننا بحالنا ضعيف إيماننا بمجتمعنا ضعيف إيماننا ببلدنا ضعيف we're very weak from inside because the only feeling we know is that we don't know anything so when we know something we just mess it up okay so we find subtlety in chaos we find our security emotional stability we find it in chaos Of course, he's a part of my soul.
You can't tell me that I you can't ask me such a question. When you're talking about him, you're talking a piece of me. Sorry? Okay, let's see. Say something. Okay. I can't believe we're shopping for your wedding. I never shopped for a wedding before for a friend of mine. You see, it's just like people I don't know. This person, I actually know the person. So no, I'm really happy. No, we're not gonna cry, but like, no, I'm gonna wear black. Inshallah, I'll wear aswad. I don't know if I have a backup dress. I'll check. For your kids later on, and this might be very funny. No, I don't have anything to tell your kids. We love them. We love them so much, Shanjad, and you're very happy. You're very lucky to have Hassan as a dad and Lima as a mom. You know, it's very hard when you love someone and he's not here. I kid it's hard if you love someone and he's not around, especially if you felt really connected to that someone. Do you want to marry him one day? Yeah. I'm gonna ask you questions, and I want you to stay in that state of mind with Jovina as elder. Do you see a baby from him? Yeah. Do you see him? Do you see yourself wearing a white dress with him? And I told him, I used to tell him, no. Sounds like Kelly. الصورة الصورة وما كان يصدق إن لأنه كل مرة أنا بموت بس إنه عن جد بحس إنه هو بكفي الصورة وبحس كنت أقوله بحس ولادنا بيشبهوك أنت وبدي إياهم يشبهوك أنت. Why aren't you with him right now? He's gone. He's not now. He's alive. Would you go back to him and stay with him and not spend one day without him? Of course. عم بحكي جد انا. ايه مش تمثيل هيدا. اكيد. يعني هلا بتقولي انه انا بدي ارجع له واحكي ما بتتخانقي معه، صح؟ بجرب قد ما فيي اضبط اعصابي. قد ما بحبه بكرهه. And if I was supposed to recover, I would have. But I don't think I would. And I think that's why I'm a good actor. Because every time I have a crying scene, I just have to remember some things, and it happens all over again. It's something that I can't get cured from. لا بس أنا يعني أنت شو متوقع أنت شو what do you expect إنه يصير على السنة؟ شو ممكن نعمل وياك؟ I don't know. It depends on what Lenin tells us. I think we should ask her and do according to what she says. احنا عم نبصر على حياتنا. كم مرة رحنا عند البصيرة وشفنا تاروت ريدنج هاي السنة؟ Oh my god, قد ايه صرفنا مصاري على هيك شيء؟ $500؟
بيناتنا بس why do you بين البنزين وبين ال... عم فكر شو why do I want why do we wanna know because we need to know and it's fun and it's fun when she says something and it happens له عزه متوسط بالعمر مش انه كتير كبير بس هيك عنده ضحكة حلوة عيونه شوي لوزيات بيقعد هيك له قعدته له مكانته بيشتغل على ثلاث بلاد بيسافر بيروح بيجي open mind مش معقد اي متى بيجي هيدا الخواجه هلا المفروض هلا يعني من شهر 7 نص 7 8 عندي ثلاث اشهر عم شوفه الشخص بده يظهر انا بحياته بلا لبناني لبناني بس عايش برا لبناني بس عايش برا كم نفس تنفست من اخر نفس ببيروت ما بعرف بس اذا ما تنفست واحد شو بيعمل بس اخر نفس ببيروت حلو كان اي اخر نفس الكتاب كان كتير حلو صح؟ من وقت لحد هلا كيف ال انفاس؟ عم بتنفس ماشي الحال ما في عندي حل تاني في كتاب تاني؟ نحن شعب ما عندنا خيار اخر ما كان في مثل هلا عم يحكوا افادات وما افادات نحن قدمنا بنص الحرب انه وقت اللي بلشت فيني اتنفس طربقت الدنيا كلها علي مشان هيك عندي كتير غضب جوا غضب 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 كتير غضب شو بتعمل إذا جيت على بيروت وما حدا تذكرك؟ بطل بجي بكل بساطة لحظة Since I didn't write this down in my will yet, خلينا نسجله. Okay. When I die, I want my body, first of all, to give my organs, like okay. whatever works. give it to people who actually want to use them. Okay. Or the hospitals or whatever. And then whatever remains, I want my body to be buried somewhere in Lebanon. I'm not sure where yet. I need to find a specific place in Lebanon yet. And I want a tree to be planted over me because I want to give my body back to the nature. And I want it to be a tree, maybe a cedar. If not a cedar, an oak tree. But I don't know where, maybe in like where the cedars of Lebanon are, maybe they'll bury me there. And like on the tree, we'll have like a small, okay, you know that girl, she's down there. So yeah, that's what I want. So just in case it happens, you guys know what to do. Okay. Okay. I do trust myself. أنا بحب أحرق جثتي. To be scattered around. I don't know why people would wanna even be in a box somewhere. I mean, so sad, don't you think? I mean, we're not meant to glorify our bodies when we die. We're just supposed to be dead and give our bodies back to the earth. بعد في فول خلص جبنة لبنة في غدا تماما في غدا رمضان خلص هلا مدبر حالنا خلص ايه I'm in love with an illusion على فكرة انا خايفة ان هذا الالوجن اللي انا معلقة كتير براسي فيه ما لقيه بالحياة I'll end up alone. It's not that, you know, everything in your life is an illusion. And when you have coffee in the morning and you're drinking tea and you're sitting in a cafe Paul and you have like this entire and you have the Instagram photo that comes up this romantic it's an illusion for you. But you are happy in this illusion. You know? Why do you think I'm living in illusion here? العمى يا عمو يا عمي وين بنص الطريق؟ و-
Why? Because no, because you are a filmmaker and you feel like you want to live in the fantasy that you create in your head. But isn't this dangerous? I do that too. All artists do that. Mm. Zina Mekki does that a lot. Anna, I do that. You do that. Artists can't help it. تصارع نفسها. أسألها عن نساء وهي لا تعرف إلا رجالا. قالت. هجومها هذا يرسم علي ابتسامة. تحب حد الموت وهما وتقطر منه أفلاما. فمتى تفهم نفسها؟ قلت أنا. لكن أجملها اثنتان. لهفتها لوجع رأسي رغم كرهي لهذه اللهفة، والثانية تحضر فطورا إلهيا بثوب من حرير رقيق يدفئها حتى في القطب الشمالي، وأنا لا أفهم. Close your eyes or image by image describe to me how you and I in particular shifted from LAU until now. Oh my god. With your eyes closed. Okay. So we were in LAU. Last year of university was very happy for me. That was when you were doing your master's. And you came up to me and you're like, I hate my life. And I was like, why, Farah? And you were lost. And I said, oh, I hope I don't get there. And then I did get there. And then I graduated and you were at the year stage, like a year ahead of me. Yeah. And you went through all the shit that 1 year after you graduate and you don't know what you want to do with your life. And then that's when you took the decision you're going to New York. That's what. And when I graduated, I was just getting into the shit. So after I went through that shitty 1 year when I was like jobless and lost and working for crooks and like, you were in New York, and then I started finding work on set and production, and we kept in touch. Now, when you decided you wanted to do the movie, I remember, and you were coming to Beirut and going back to New York, and you were so lost, Farah, about this movie. This movie has been going on for ages. What happened? So you were doing castings for roles that I knew you weren't convinced of. Okay. And I didn't know how to say it to you because I wanted you to figure it out for yourself. Okay. Because it's not my right to come and say that. Okay. And then you were changing all the time and I was just looking and I'm like, is she gonna figure it out? Is she gonna figure it out? And I'm like, okay, what she wants to do, we'll just do it, you know? Okay. كل حل واضح قدامك هو وهم لا يوجد. بلكي بين عن السنة بلكي بين وانت بعد ما شاتين هيك قولي؟ ايه بس هي انا طويل واسمر وعقله اجنبي وحالي وين؟ I haven't seen this. كل اللي شفته مفشل. ايه متى اخر مرة شفتين؟ من الصيفية من سبتمبر وقت الورد كاب. سبتمبر اكتوبر نوفمبر قدي بيكون اشي تغيرت معك هلا؟ هلا في كثير قصص تغيرت بس انا عبالي اعرف ليكي دفنا شو بدي نعمل راس السنه؟ شو؟ انا بدي انا وياكي نكزر بالسياره بالمناطق اللي انا معود يروح عليها حمراء يعني اشرفيه وات ايفر and see all the drunk people killing each other on the street probably and على الساعه 12 sharp we have to park somewhere
and I have to just wait for him to come. I think from the Harib Shrey, but it's not. إحنا أخذنا الحرب as an excuse to be lazy. لأنه في كتير ناس صاروا عندهم حروب يعني وطلع أحسن من قبل بس نحنا لا نحنا بعدنا stuck يعني. نفكر فيها بفترة زمنية كنت فيها بنيويورك عم تسمح لي مدينة نيويورك بمساحة معينة عم بتريحني لأقدر أكتب عن حالي. أنا بيروت فأكيد رح أكتب عن بيروت ومني أنا شخص تعيس ببيروت يعني مني أنا والله قاعد كل يوم فيه بقول يا الله ليه أنا ببيروت. أنا محظوظ إنه أنا بمدينة وحدة صار لي فترة طويلة خلقت فيها ربيت فيها بعرفها. أنا محظوظ إنه بيروت شغل العالم كلهم إنه فيه هالفكرة إنه طب شو في بيروت طب يعني محظوظ أكيد كل واحد أكيد كل المدن فيهم سحر وبأكيد بيروت فيها سحر. أنا عم بقول لتكون كتير بروفيشنال ولتشتغلي شغلك يكون كتير مبكل بيروت ما بتعطيك الإمكانيات اللي أنت بدك إياها ولا المساحة يعني مش معقول مدينة ما فيها شيء عام يعني ما في كله برايفت. البحر بيسكروه بياخدوه الطرق كلهم بيسكرون وبياخدوهم يعني ما يعني مش لقلنا بيروت لقلهم نحن عم نزورب. مش معقول مدينة أنا ما بصور فيها أنا مخرج وأنا بصور أنا فوتوغرافر ما بصور فيها لأنه ممنوع تصوري هالميلة ممنوع تصوري. أنا تعرفي كم مرة فايت مع الدرك ورايح وطالع ونازل وقماضي وكذا تعرفوا شو؟ طيب ما رح أصور بيروت تبعيدكم رح أصور بيروت اللي نحن شايفينها بطريقتنا. مش معقول مدينة ما فيك تمشي فيها بحرية حاملة كاميرا العالم كلها بترجف كاميرا بترجف كل السياسيين. مش معقول مدينة ما فيك تروحي تطلعي بشي عام هلا بيقولوا لك بص الدولة. مش معقول مدينة ما فيها محل تلاقي مع ناس ما بتقربيهم أو ما بتعرفيهم أو مش أصحابك أو مش رايحة تلاقيهم بس هيك راندملي. أنا فيني أقعد بأي مدينة بالعالم شوف كل الناس هون بس بتشوفي أصحابك وعائلتك واللي راح تقابليهم يعني يا شغل يا ما بعرف شو يا حدا ما بتشوفي ناس هيك قاعدين إلا إذا بدك تحركشي وكذا وكذا. مش معقول إنه مدينة مدينة على البحر بس البحر مش جزء من حياتنا مسكرينا ببنايات وبشقق أسعار خيالية ما بعرف مين عايش فيها وأكتريتهم ما حدا عايش فيهم بس إنه مسكر. البحر مش جزء منا. بتروحي على كوبا كابانا بريو دي جانيرو البحر شيء أساسي بحياة الناس. بتروحي على تركيا البوسفور جزء أساسي من حياة الناس. بتروحي على إنجلترا بتروحي على فرنسا بتروحي على نيويورك بتروحي لا نحن البحر مش لقلنا المناطق اللي ما بعرف شو مش لقلنا الأماكن عامه ما في اصلا انه مش لقلنا. وين طلعوا على البلكون طلعوا عيشوا عملوا بيكنيك على البلكون يعني انه مش معقول هالمدينه اللي هي مدينتنا انه مش معقول قد ايه هالمدينه مش لقلنا. فصعب نتعامل معها وصعب نشتغل فيها بس بالنهايه شو ما عملنا بيكون عنا لانه نحن هي هالمدينه يعني هي المدينه لو هن امتلكوها بس هي لقلنا. I missed you. Who? You. You miss me? Yeah. Why miss you too? She saw her fish. I don't know. Cause like every day I was going down to Beirut. I'm like, okay, بعد ما خلص I'll go to Farah. Yeah. بعد ما خلص I'll go to Farah. And like, ما كنت عم خلص. It's like I get disappointed. Like, imagine if it's a different scenario. Like, بعتي لي مسج أنت فرح. Natasha, like, I cooked for you, and then you tell me I'm coming, and then you don't show up, and I'm left with the food on the stove. Ya Allah. أول شيء بتدفعي الشهر 100,000. Small example. كل اللي تحب بيروت وعليه. ترجعي بعدين بعد شهرين بقول لك لا صارت 150,000. قطعت الكهرباء. إحنا عم بدك نوقف؟ لا خليها مثل ما هي. احكوا. ثاني بعد شوي بصير 180,000. آخر فاتورة بقول لي الفاتور بقول لي هالمرة كتير فاتورة شو كتير يعني طلع بيطلع 250,000. فاك هو كل ما بدق له يعمل لي دماموغ يعني إجا لعندي قعد قال إيه وروقي وأنت عصبية وما بعرف شو عصبية Thank you.
أهلاً أهلاً. أنت رجعت على لبنان؟ بالألفين وحداش. عندك أصحاب دبي؟ بتشوفيهم بتحكي معهم؟ عندي اثنين. أول فترة مبلا. أول فترة أنا أصلاً كنت راجعة وتركة شنطتي مضبوبة، يعني ما فتحت التياب منها، تركتها على جنب لأنه بدي أرجع، يعني كنت ناوية أنا أرجع عيش هون، تركة شنطتي وضلت شي ست أشهر أخذ منها الأغراض اللي بدي إياها هون، مثلاً غسل تيابي رجعوني عليها على أساس إنه بحالها وقت أنا بدي أسافر. Because you want to feel hope, and if some things work out, you feel hope that other things might work out, so you just continue going. Or maybe it's like taking drugs, you get addicted to it. Have you taken drugs before? No. بشفق على حالي شوي. إنه بحس حالي هيك إنه ستك بمحل ومثل مكبلة ومش عم بعرف أعمل شيء وإنه هيك. طيب I wanna have a two conversation. Where are you gonna be? And like, are we gonna do some kind of Jean-Luc Godard kind of thing? Are you gonna be behind me and I'm behind you? Okay. Yes, I'm behind you. From the human relations on rule, yeah. لقيت عم تبكي. ما دخل. ما بعرف قديه بشع. صار معك كتير حرام. يا أما أنت إنسان معذب. شو ما كان دينك. يعني الله يقولي. تحس حالك ضعيف أنت. بمرحلة من المراحل هلأ من شي خمس سنين كنت كتير ضعيف. لما زبطت المعادلة لا ركزت بطلت ضعيف، بس لو أنا بعمر الخمسين أو الستين ومرقت بهالشغلة كنت انتهيت، كنت ضعفت لدرجة كتير كبيرة. لا ما بندم على شي لأنه ما عندي أجوبة على شي، يعني ما بقدر اندم لأنه ما بعرف إذا كنت غير هيك شو ممكن يكون. يعني المكان اللي كنت أمشي فيه أنا وصغير ما عاد موجود، والمكان اللي كنت أمشي فيه أنا ومراهق ما عاد موجود، والقهوة اللي كنت قاعد فيها من سنتين ثلاثة خمس سنين كمان ما عاد موجودة. فإذا بيروت بالنسبة لي وحتى بالنسبة لنا كلنا بالذاكرة ذاكرة العلاقة مع المدينة بطلت موجودة. بيروت هي لحظية، هي العلاقة بهلأ شو عم بصير، لأنه بكرة بتختفي، وبتختفي مش إنه حرب ويا لطيف وإنه وانفجارات، لا بتختفي لأنه هي مدينة مش يعني مدينة مش دائما تبحث عن التغيير، لأنه بعدها لهلا ما وجدت نفسها. سكانها كل الوقت عم بيحاولوا يفتشوا على الأفضل وما عارفين انه خلص هذا افضل شيء ممكن، هذا افضل شيء ممكن تحصلوا عليه. يمكن تكون اريح انه انا خلص انقطعت خلصت برافو طلعت منكم مش مني وفلت. يمكن تكون لا انا بدي اعمل المستحيل لارجع اجي وذكرهم فيه. الناس اللي بعرفهم. انت بتعرف هونيك وبتعرفهم؟ ايه بس هون الناس اللي بعرفهم بشكل مختلف. سو انت هون؟ إلو النكهة مختلفة. هون؟ ايه.
هون is home to you. طبعا. Despite everything. هونيك البلد ال شو بيسموه يعني ال الوطن التقليدي. هوني هو الوطن اللي بيعمل لك كل الحالات الإنسانية، يعني هون الوطن اللي بيعمل لك الألم، بيعمل لك الذكرى، بيعمل البكي، بيعمل الفرح، وكله هون إكستريم، كله هون يا بتضرب فوق يا بتضرب تحت. هونيك تمشي ضمن خطين، تضرب شوي فوق شوي تحت شوي فوق شوي بس بتمشي. فإذا حدا قال لك أنت من وين شو بتقول؟ من لبنان. لا انا من كندي من لبنان. منعيش حياه بالقلب، كل شغلنا الفني بيكون لنعرف حالنا اكثر، وبمعنى تاني our starting point. عم بفكر مظبوط وبده يشتغل مظبوط، ما رح تزبط معه إلا هيك. هاي المعادلة الوحيدة اللي بتزبط برأيي. انفصام. طبعا انفصام إيجابي. بس أنا إذا بتذكر المشاهد الشباب تعرفت عليهم بهالسنة كل واحد له قصة غير شكل. البحر وراك. أنا ماشي البحر. But it's a long way. لحلى فوق. I love it. It's fun to do these things. Look at this house. I love all the Lebanese houses at the back. That's the house we should live in, Farah. And have our ma'ziyat in. Okay? Oh my God. Ya Adda. No, I hate these ones. This is Salib. Ya Imam Ali. Okay. We take it now. بيروت مثل ما كتبت عنا، بيروت انفجار متواصل. انفجار، كيف لما يطلع الانفجار تخيل هذا الصوت ماشي كل الوقت. انفجار متواصل. سكيزوفرينيا وهيك هدوء مثل الصحن اللي بتنقي منه من كل الانجريدينتس، بتنقي الانجريدينت اللي انت بدك اياها وبتكوني واقفه برات الصحن مش بالصحن. هيدي الناس ما بيعرفوا يعملوها، مشان هيك يا بيسلموا وبيستسلموا وبيصيروا منزوعين، يا بيفلوا يا بيخبطوا. لا ما في، لا ما في عيش الانفجار المتواصل، ضجة كتير قوية. عيش الانفجار وقت اللي أنا بدي فجره. Does it bother you إنه أنت عايش شخصيتين؟ كتير. لا مش عادي هاي، لا مش عادي الحياة وعم بشتغل وماشي حالي وعم بقصد بيت وقاعد ولادي بالمدرسة هون ومظبط وضعي ومرتب حالي وعم بسعى وبشوف الأصحاب على طول، لا مش قادر أعمل هيك. لا ما قدرت. بلشت بال 2001 لما فلت، لما حسيت انه المعادله ما بقى عم تزبط، يا بدي استسلم يا بدي اعمل شيء. كان اسهل شيء انه فل، وكان وقت فلت كان يعني باوج شغلي. كلهم كانوا عم بيقولوا لي حمار شو عم تفل تعمل، بلشت هلا تنشهر وتعمل وتساوي. بس كنت عندي حدس انه هذه المعادلة مش رح تزبط معي.
loneliness, hearing yourself. Explain. يعني وقت بتكون لحالك وعم تسمع حالك. This is when you're lonely. لأنه خلص تعودتي على surroundings. مثلا أنا ما بقى فيني أعيش ولا بحر مثلا. أنا إذا ما عندي بحر بالمدينة ما فيني أعيش فيها. صعب. مقهورة كتير. بس يمكن بتصور أنه يمكن إذا رحت قعدت برا بصير بعد يمكن جمعتين ثلاثة أربعة بقول يا بدي أرجع على بيروت. بتصور شو برجعك على بيروت؟ نعيش من الحرب عادة، نعيش من قطع من الكهرباء، من قطع من المي، نزبط وضعنا، نلعب ورق، نلعب طاولة، يعني we do stuff ping pong، نلعب ping pong كتير بالحرب. It was nice. Thank you.
يعني أنا بعرف إذا سابني حظي ورحت على لندن حأتعب أكتر مما أنا. أنا هون نجم. سوري يعني مش إنه عم بحكي عن حالي. إيه أنا هون ستار. إيه أنا هون somebody. هونيك I'm nobody. بتضايقني لأنه شو هالمنطق هيدا؟ شهادة عملية تحطيم هيدا. وينسوني مرة واحدة برجع بطلع برجع بتذكروني كلهم سوا. Oh my god, look how beautiful it is. Oh my god. Look at all these trees. فكرة ما أفكر بشي هلا. Really? ما أفكر بشي. Me too, my mind is blank. Close your eyes. هم ضيونك. اللي أول صورة بتشوفها لما حدا يقول لك بيروت. شلخ. وقديش سكانها مدينة، وقديش سكانها ضايعين، وقديش هي مدينة يعني علاقتنا مع المدينة هي يعني هي العلاقة العاطفية اللي خلصت بس ما عم نعرف نطلع منها، وكل الوقت عم نحاول نلاقي لها مبررات، كل الوقت عم نحاول نلاقي لها مبررات. أنا من اللي عشت الانفصام، أنا من اللي بيوصل بدخن أول سيجارة على المطار وبيكمل دخان، آخر سيجارة بدخنها على المطار بفل يمكن سنة ما بحط سيجارة بدمي. We look like we're doing amazing for everyone else, but we're not happy. We don't know what we're doing most of the time. I mean, I'm gonna be on TV for a while, but then what? I mean, what's so important about that? What did I achieve in this world? I'm 25. I feel like I'm a 40-year-old woman. I mean, I feel like I did nothing in my life. And people think that I've accomplished so much at such a young age. I don't feel I did anything. And I feel like, you know, younger women who are younger than me are getting married and having kids, and I don't even know what it's like to be in a normal relationship, and I'm supposedly a beautiful woman that every man wants. What do you want to say? I'm not going to say it. No, say it. No, I'm not. You're going to slap me. Okay. If we die, I'm so happy that we're going to be you, me, and Natasha and Farah dying together. Oh, that's our dream. The best beautiful way to die. You know that dummy? يعني كل شيء ريحة المازوت أول ما أوصل على المطار هيك توصل تطلع على مطار بيروت في ريحة بتشمي مازوت ورطوبة. I love this, I love it. So بوصل بحس إف بدي بعد رطوبة مازوت أكثر التاني يعني أكثر شيء بكره وبحبه صرت هون. Why? ما بعرف. What's gonna happen after? What is the result? People want to live in a bubble so that they can forget about their problems and they think the bubble is a real life. That's what's depressing about Beirut. That's why Beirut is depressing. It's a bubble that people convince themselves they are living in. And the people who actually know what the reality is are depressed. That's why you and me are getting depressed. Natasha! Stop talking! It's not like a roller coaster. It is an emotional roller coaster. This is our emotional roller coaster symbolized in the movie in an actual telefreak. You're not supposed to say people should come up with this is the we're trying to message you in the movie. برأي المهاجر هو مريض متواصل، مريض وطنه، وبخاف يشفى من هالمرض، لأنه إذا شفى يعني بينسى، بخاف ينسى. سو هو مريض متواصل وما عنده حل، كل يوم على بكرة بتفيقي أول خمس دقايق من حياتك مرض، بعدين بتكملي. طبعا كل مهاجر هو مريض متواصل وما في حل غير هيك. هذه مشكلة النزوح، نحن مننزح ما منهاجر، نحن ما رحنا ما منروح على بلدان لأنه منحبها عشنا فيها وانسجمنا فيها وحبيناها ورحنا عليها، نحن منروح على بلدان لأنه منلجأ لها. هذا الفرق. There's hope. What? I found hope. Really? Farah, really?
I mean, didn't you see the word hope? Does my voice reach out? Are you drunk? I didn't drink. Did I drink? No. Am I naturally drunk? I think, yeah. I think it was a diet 7 with the lemon. They put something in the lemon. Okay, that's pathetic. Let's not discuss this when you're like, really. Amjad, we should give you a crash course on giving you tolerance with alcohol. But I didn't have any alcohol. Why did we ever not come to this balcony before? I have no idea. Because we have a cemetery view. هلا بيروت بالنسبة لإلي ما بتكمل حاليا إلا ما أقول بيروت والضاحية. بلد ضاحية بيروت ما بتعني لي شيء. صرت خاف من الأسانسير والدراج من لما وقع مارون بهديك الليلة. فيلمه عن بيروت ما اكتمل وحلمه بأمريكا ما تحقق. لما كنت بنيويورك كنت دايما حس في شي عم بيشدني لبيروت، يمكن لحقق حلمي وحلمه. الانديكاسيون دي دو اي ترو فار دونك جون سي با دان كيل ميزور اوجوردي لي سينياست او لي سينيفيل prennent le temps de vivre. مثلاً أنت إذا كان وضع بيروت منيح بدك تعيشي فيها، وضع بيروت مش منيح بدك تعيشي فيها، وضع بيروت معقد بدك تعيشي فيها، يعني ما بتعترفي بأي حواجز تمنعك أنك تعيشي ببيروت. إنه مرات بتحسي وكأنك أنت ممنوع تحبيها، يعني وكأنك أنت لأنك مثلاً كويتية بتخافي إنه هالحب هيدا مش شرعي بهالمعنى يعني، وحاجز انك انت كويتيه هذا ممكن يغير مشاعرك تجاه بيروت. هذا هو سبب حبك لبيروت، انك انت ما بدك تنحطي بالموقع اللي الاخرين بدهم اياك تكوني فيه. انه انت كويتيه يعني ليش بدك تحبي بيروت بهالطريقه؟ انه انت ممكن تحبي وطنك بهالطريقه. الشيء الثاني، طب هذه كويتيه شو دخلها؟ فانت ما عندك هولي رافضتيهم، ما في شيء اسمه شو دخلك. كل شيء انت دخلك، انت بتعتبري حالك معنيه بهالامر، يعني هالامر بيعنيكي، هالبلد بيعنيكي، هالمدينه بتعنيكي. فهوني اسقطتي انت كل الحواجز. كمان حبك لامك بهديك الفتره، يعني انت طفله، الواحد بمين بيتعلق؟ بأقرب الناس له. فانت تعلقتي بامك وتعلقتي بكل شيء بتقولي، فكنت بتصدقي اللي بتسمعيه، يعني شو ما احكي انا عن بيروت انت بتصدقيه. بس هذا مش معناته انه بيروت مش حلوه، يعني انه بالحقيقه يمكن يكون سر بيروت انه هي مثل الحلم اللي ما بيتحقق، بدل الواحد يحاول يحققه. يعني مش هحققه قوي؟ إذا تحقق بتفقد الحب. هيك هي، يعني هي حلم معلق. بعرف إني عشت الانفصام، وبعرف إنه إجتني أيام كنت حس حالي شخصيتين. يمكن لما رجعت على بيروت رجعت لشخصية وحدة، ويمكن كون حققت حلمي وحلمه.
ما بعرف إذا طلعت من الدائرة اللي حكى عنها مارون، بس بيروت رح تضل حلمي المعلق. الحكاية ما خلصت هون، بس صار لازم أرجع لورا شوي. صار لازم أرجع لورا شوي، ابعد من العجقة والإزعاج والأصوات العالية. ارجع لورا شوي، thank you.